وحول العرض المسرحي رسالة نور الذي تم عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة، أعرب الرئيس السيسي عن شكره لأبطال العرض والذي استعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط. وقال الرئيس السيسي إن العمل الدرامي دائما يوفر فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها البعض. عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب. فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصة لينا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقة ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد إيه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد أو بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضو، هو شهيد ملو الدنيا برضو، لكن هم الأهل بيبقى طبعا فراق الابن او الزوج او الاب صعب. فانا بشكركم الحقيقه على ده، وبقول لكم انا الكلام ده قلته قبل كده ان يا مصريين اللقطه دي او الفقره دي بتورينا قد ايه ان في ثمن كبير قوي اتدفع عشان احنا كلنا نعيش.